إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، انطلق قبل قليل شوط الختام، ختام أمسكم بإذن الله تعالى لمنافساتي وانطلاقاتي هذا المساء لسن الحقائق، لنتابع معكم هذه الانطلاقة المميزة وهذا التواصل الجميل، لنشاهد سوية هذه المنافسة ولنتابع الشعارات المتواجدة والمنطلقة على أرضية ميدان التحدي إلى أول المراكز وإلى الصدارة وإلى المقدمة. نتابع مع أول المراكز شعار بن عفراء وانطلاقته على المركز الأول والصدارة والمقدمة. على المركز الأول وعلى الصدارة تغيرت أمور أول المراكز مع تهامة لعلي بن جابر بن حمد بن حسين البريدي وثاني المراكز. المركز الثاني هذا هو شعار بيضة لثيد بن علي الزبداني المري، ثالث المراكز التواجد والتقدم من قبل حامة رقم 29 الجزيرة إبراهيم بن خليفة بن إبراهيم النصر والمركز الرابع. وتابع شعار الشرقي مع انطلاقة فتون حمد بن صالح بن جابر الشرقي مع انطلاقة المركز الرابع والمركز الخامس، خامس التحديات التواجد والتقدم من قبل من تحمل رقم 45 هذه سلهودة لطالب بن راشد بن سعيد بن شفيع آل ثيدة على المركز الخامس، وهذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة المتقدمة. إذا نعود مع الصدارة ونعود مع المقدمة لنتابع تهامة على المركز الأول، تهامة على الصدارة أحد الأسماء المميزة والجميلة وأحد المدن بالمملكة العربية السعودية معروفة بالجمال وبالخضرة والطبيعة. هذه هي تهامة من تنطلق بشعار البريدي وأمال أبناء الشحانية مرافقة لتهامة علي بن جابر بن حمد بن حسين البريدي المري مع المركز الأول. ثاني المراكز التواجد من قبل شعار بيضة لعلي بن فهيد الزبدان المري المركز الثالث تصل شديدة، يا مرحبا بهذا المسمى يا راعي شديدة، خالد بن هادي بن حمد البريد المري مع انطلاقة شديدة من غيرت مجريات هذا الشوط وانطلقت في وقت الشدة إلى المركز الأول. المركز الرابع من تسللت إلى ثالث المراكز وصلت الزبارة، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري شعار البرنس من قدم لنا الزبارة وصاحبة نقطة في سباق المحلية الماضي في نفس الشوط، في نفس الشوط صدق يا أبو جر. انطلقت مع المركز الثاني، المركز الثالث تهامة مع البريدي، المركز الرابع وتابع مريفة لعلي بن فهيد الزبداني المري، المركز الخامس تقدمت سهم لحمد محمد بن طالب الصحاك المري، والأسماء قادمة بهذه اللحظات. ونعود مع الصدارة، نعود مع الزبارة، الزبارة مقدمة لعشاق هذه الإثارة وانطلاقتها مع المركز الأول لتحافظ بناموس هذا الشوط، ولكن يا سلام وصل الجربوعي وشعاره مع المركز الثاني يبحث عن النقطة السابعة والثامنة في هذا المساء مع انطلاقة بداية محمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري مع المركز الثاني، ولكن الزبارة حافظية الزبارة على مركزك المتقدم وعلى ناموس هذا الشوط، كما أيضا حافظت على هذا الشوط السباق الماضي وما قبل الماضي في سباقنا المحلي الأول والثاني. الزبارة مع الصدارة مع الإثارة مع القوة مع شعار البرنس والمركز الأول، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري مع المركز الأول ومع الصدارة، غادمة مع المركز الثاني، غادمة ومتوادية بهذه اللحظات ومنطلقة بداية محمد بن سعيد بن علي الجربوع المري المركز الثالث، وصلت الشمالية سعيد بن بطيب محمد الحسنة المري، ولكن الزبارة هي صاحبة هذا الشوط ومن عانقت الناموس بانطلاقتها وأهدت لمالكها جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل ناموس هذا الشوط المركز الثاني. وصلت الشماليه لسعيد بن بطي محمد الحسن المري المركز الثالث، كان الوصول من قبل بدايه لمحمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري المركز الرابع، وصلت مريفه لعلي بن فهيد الزبداني المري المركز الخامس، كان الوصول من قبل العاصفه لسالم بن سعيد بن محمد الجربوعي. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا وشاهدنا شوط الختام وكان الناموس
مرافقا لانطلاقة الزبارة. نتابع ملخص شوط الذي قبل قليل لنشاهد هذه المنافسة التي دارت مجرياتها على أرضية ميدان التحدي وشديدة البريدي من غادت مجريات هذا الشوط، ولكن في اللحظات الأخيرة تغيرت مجريات هذا الشوط وانطلقت الزبارة مقدمة الإثارة لعشاق شعار البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. توقيت الزبارة 4:41 7:2 جزء من الثانية. التهاني والتبركات لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري على هذا الفوز المستحق. ثاني المراكز كان الوصول من قبل المركز الثاني الشمالية 4:42 3:8 جزء من الثانية. التهاني والتبركات لمالك الشمالية سعيد بن بطي بن محمد حسن المري المركز الثالث. كان الوصول من قبل بداية 4:43 72 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزف ولي مالك بداية محمد بن سعيد بن علي الجربوع المري على فوز بداية بالمركز الثالث في شوط الختام. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، الدوحة هي من فازت معنا كما تتابعون تشاهدون ملخص أسماء الفائزين والمتوجين في هذه الفترة المسائية. الدوحة المملكة لأحمد بن علي بن راشد عبد الله السبيعي من فازت معنا في أول أشواط الحقائق البكار، وتواجد عز في أول أشواط القعدان وهو صاحب أفضل توقيت زمني 4:30 13 زمن الثاني. التهاني والتبركات لعبد الله بن محمد بن جمعة بن جبر على هذا الفوز المستحق وعلى حصول عز على أفضل توقيت زمني وعلى ناموس الشوط الأول للحقائق القعدان. إذن أمام عيونكم مشاهدينا متابعينا الأعزاء متابعينا عبر شاشات قناة الريال الفضائية أسماء الفائزين المتوجين في هذه الفترة المسائية وفي أشواط 18 التي استمتعنا بها مع منافسة الشعارات التي تواجدت على أرضية ميدان التحدي. تقبلوا تحيات الطاقم الفني لقناة الريان، تقبلوا تحيات مخرجنا علي محمد بوشارب، وتقبلوا تحيات زملائي المعلقين، وتقبلوا أيضا تحياتي محدثكم الكريم من جهة المري، ودمتم بحفظ الله ورعايته في الغام بإذن الله تعالى في يوم الغد.